السلام عليكم عشاق سامسونج. جالاكسي زي فولد 4 يحصل على شهادة جديدة تظهر تألقه بخاصية مهمة جدا. حصل سامسونج جالاكسي زد فولد 4 على شهادة FCC المهمة والرائعة في التطوير. هنا أعزائي الكرام كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر اشتراك لكي نصل بسرعة ل 100,000. وأحبكم في الله وتابعوا الفيديو حتى النهاية. يعد هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 4 من بين الهواتف المنتظرة بقوة وبشغف كبير من الجمهور، لما تمتعت به سلسلة الهواتف القابلة للطي من شهرة ونجاح كبيرة وأرقام قياسية في المبيعات مثل السلسلة السابقة جالاكسي زد فولد 3. وتزداد التسريبات والتقارير الخاصة بالهاتف الجديد زد فولد 4 بشكل شبه يومي، وهو يعتبر الآن أحدث الهواتف التي حصلت على شهادة FCC وهي لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويأتي الهاتف موديل SMF9306U مزودا بخاصية الإرسال الذكي سمارت ترانسميت وكوالكوم لتحسين الإرسال. أهم مزايا الاتصال ومواصفات جالاكسي زد فولد 4. كما نتوقع سيدعم جالاكسي زد فولد 4 جميع أنواع الشبكات بدءا من 2G المنخفضة وصولا إلى 5G MA Wave الأعلى، وسيتم تحديث الواي فاي بدعم AXE. يشير تقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية أيضا إلى أن جهاز زد فولد 4 سيدعم قلم الإس بين مثل سابقه جالاكسي زد فولد 3. ومن المتوقع أن يكون هاتف جالاكسي زد فولد 4 جنبا إلى جنب مع الجالاكسي زد فليب 4 في 4 أغسطس أو في غشت، وفقا لآخر التقارير سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الأحدث سناب دراجون 8 بلاس جين 1 مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويحتمل أن تصل سعة التخزين إلى 1 تيرا بايت، بينما من المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى 4400 ميلي أمبير في الساعة مثل الجيل السابق. تشير شائعات أخرى عن جالاكسي زد فولد 4 إلى وجود تجعد أقل وضوحا وجسما أوسع وأقصر ممكنا وكاميرات أفضل من سابقيه. ما رأيك بالهواتف القابلة للطي؟ وما رأيك في جنون وتألق سامسونج العملاقة في يعني صناعة الهواتف القابلة للطي؟ هل جربت أحدها؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.